هي مسيرة لوكالة تأمينات بمنطقة بومهرة جنوب مدينة جلمة. دخلت عالم الشغل من بوابة دار المرافقة والإدماج التابعة لقطاع التكوين المهني والتعليم بعد تكوين في الاختصاص، وتمكنت من فرض وجودها كمسيرة ناجحة. عمرنا 4 سنوات في المجال، كان حلم أني نفتح الوكالة، ودخلت العالم المقاولاتية وأسست المؤسسة. تلقيت يعني أيام دراسية على مستوى المديرية الجهوية لولاية عنابة، جاءتني الفكرة أني نحل وكالة. ولوج الشاب أحلام هذا المجال جاء بعد تعب كبير وتكوين في الاختصاص ومتابعة من قبل دار المرافقة، الأمر الذي أهلها لأن تكون رقماً مهماً في تسيير إحدى أكبر وكالات التأمين بالولاية. وبعد فتح الوكالة يعني تمكننا أنه وفرنا مناصب شغل للأفراد يعني الشباب في إطار الدي آي بي والسيتية، أيضاً وفرنا فرصة تربص. اليوم لقينا أنه الدولة الجزائرية يعني وفرت لنا بزاف آليات، بزاف برامج، بزاف مساعدات، يعني أنه باش ندخلوا لعالم الشغل ونتحملوا مسؤولية يعني المؤسسات، سواء مؤسسات مصغرة، سواء بدعم من لونساج، لونجام، لاكناك. يعني آفاق كبيرة فتحت لأمثال شابة أحلام من خلال برامج لونساج وكناك، والذي مكن العديد من خريجي قطاعي التكوين في السنوات الماضية من بلوغ منصة النجاح والخروج من شبح البطالة.